رحلة درامية غامضة يقوم بها الشاب فهد الراجحي أو بلاك كات كما يحب أن يعرف عن نفسه. يقوم هو وزملائه باكتشاف المغارات، الكهوف وسط أيضا الحيوانات المفترسة وقصص الأشباح المخيفة، ويتعرضون للعديد من المواقف المرعبة. طبعا الغموض يسكن في هذه الأفلام القصيرة اللي يقدمها، وأيضا الخوف اللي يكسر بجراءته وحبه للمغامرات. عنصر الإثارة والتشويق أساس كل قصة طبعا تقدم من قبل. نتعرف على ضيفنا في الاستوديو فهد الراجحي، الممثل وأيضا المخرج لأفلام الرعب. أهلا وسهلا، حياك الله أخوي فهد. حياك الله. الله يحييكم، يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين ومتابعينا الكرام. الله يحييك فهد، احنا نبغى نتعرف على بدايتك مع هالمغامرات، حبك للرعب، وصولا لهالمنتج اللي بنتعرف عليه ايضا في القادم من الفقره بشكل موسع. البدايه كانت متواضعه طبعا، عام 1995 ميلادي تقريبا هي البدايه الرسميه، كانت بدايات متواضعه خصوصا في الحي، انا الوحيد اللي اصور وكذا يعني. تطور الامر حتى ظهر السوشيال ميديا، تطورنا وكذا حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الان يعني. ما شاء الله. يعني طيب الان ايش وصلتوا يعني صناعه الفيلم، الافلام الرعب، كيف المواد اللي بتستخدموها، كيف الافكار بتطلعوها، المناطق يعني اعتقد كمان الديكور والمناطق، انك تستخدم مناطق موجوده لصناعه الافلام هذا شيء يكون مميز. جميل جدا. طبعا افلام الرعب، صناعه افلام الرعب هي شقين، الشق الاول هو الدراما، تمثيل، سيناريو، نص، اخراج. الشق الثاني وهو الذي اعشقه واميله اكثر اللي هو دراما الواقع حقيقي، تشغل الكاميرا بلا نص بلا سيناريو، تدخل الغابات مليئه بالحيوانات المفترسه والافاعي، هذا دراما ورعب حقيقي بدون تمثيل. هذا اللي يعجبني لانك تنقل للناس شيء واقعي. اما التمثيل تعلم مسبقا انه في نص وسيناريو وكذا، لكن اميل اكثر لدراما الرعب اللي تسمى دراما الواقع يعني. دراما الواقع طبعا نعم. اللي يكون فيها جزء كبير واقعي اضافه لبعض الاضافات والجماليات لوجود هذه الصناعه في الماده. اكيد عندما تشاهد مثلا حيوان مفترس لابد تضيف مثلا مؤثر صوتي مخيف شوي يعني، موسيقى مخيفه وكذا بحيث المشاهد ينسجم معك، ولكن في النهايه هو حقيقي وليس تمثيل. موضوع الموسيقى بالذات، انت ممكن تشوف فيلم رعب لكن توطي الصوت ما تسمع موسيقى ما تنفجع عادي، المشهد يكون طبيعي، لكن الموسيقى تلعب دور جبار جدا في ادخال الرعب او المشاعر للمشاهد او المتلقي. بنظر الشخص اعتقد انه صناعه افلام الرعب تعتمد بشكل كبير على المؤثرات سواء صوتيه او مرئيه، بالذات الصوتيه. يعني اتوقع 80% من افلام الرعب المؤثرات الصوتيه تخوفني اكثر من المشاهد يعني. صحيح، اللقطة اللي تجي اللقطة السوداء أنا هذه يعني عارف لهم جربها تجي سبحان الله أتأقلم إني أبعد شوي وأصير مستعد. بالضبط، أنا أتمنى تشاهد مثلا فيلم رعب بدون أي مؤثر صوتي تجده عادي جدا. صحيح، ما في أي خوف أبدا. طيب خلينا ندخل في مغامراتك، رحلاتك، كيف تبدأ تختار المكان، كيف تصور، تخوض المغامرة، كيف تصور، من يكون معك عادة يعني، شرحنا هالرحلة. المغامرات دائما اميل للغابات الكثيفة مثلا. عندنا ما شاء الله في منطقة الجنوب أبها البهية والمناطق الأخرى الباحة، تزخر بغابات جميلة ورائعة، أيضا تزخر بأنواع معينة ونادرة من الطيور والحيوانات. أنا أروح هناك أحب أتجول هناك، أكتشف بعض الحيوانات النادرة، الأفاعي، هي في خطورة حقيقة ولكن متعة بنفس الوقت. في الضبع العربي موجود هناك، ايضا النمر العربي ولكن يعني مشاهدته جدا جدا نادره. فلما تدخل الغابات وتستكشف الاشياء الافاعي، ممكن يقابلك كوبرا باي لحظه، يقابلك ضبع باي لحظه، ذئب عربي باي لحظه، هنا انت تصنع دراما واقع، تصنع شيء رعب حقيقي. فانا دائما احب الغابات، الغابات هي اللي يعني سر الرعب الحقيقي. طب احكي لنا كذا موقف يعني هو اثر فيك انت، اعطاك انت احساس مرعب وما تنساه. الموقف هو العنصر المفاجئ، دائما الحيوانات المفترسه والافاعي بالذات تفاجئك. يعني مثلا انا اذكر في الغابات الاضاءه معي كويسه وكل شيء، فجاه قدامي الكوبرا، او فجاه وانت كذا ترفع راسك تلقاها نازله كذا. فعنصر المفاجئ دائم مخيف، حتى لو كان الحيوان اليف عنصر المفاجئ بحد ذاته مخيف. فالكوبرا كانت فاجاتني فجاه وكانت كبيره بحجم كبير. كيف تصرفت؟ هي لم تهاجم ولم تبادر بالهجوم، مشيت عادي. مشيت عادي، رحت خليته يعني اخذت بنصيحه. ايش اسوي يعني، اصور معاها سناب ولا ركب حالها؟ تبقى جدا، لانه عنصر مفاجئ دائم مخيف. انا دائما اقول عنصر مفاجئه في الاماكن المخيفه دائم مخيف، حتى لو كان الحيوان قط اليف.
ودائما على فكره اللي يتعامل مع اي نوع من انواع الحيوانات، غواصين يعني مغامرين او ما الى ذلك، يقول كذا شفت حيوان اثبت تعامل عادي. خصوصا الحيوانات دائما تفاجئك، يعني انت تمر من مكان ما في شيء فجاه قدامك واقف او وراك واقف، يعني البغته هذه مخيفه الصراحه، المفاجاه. طب اهلت نفسك فيما يتعلق بالامور اللي تتعلق بالحمايه وايضا الادوات اللي تستخدمها؟ يعني خلينا نتكلم في هذه الجوانب. جميل جدا، اي مغامر يحب يخوض هذا المجال يعني يكون عنده خلفيه عن الاسعافات الاوليه. لنفرض مثلا انك في موجود في غابه وتعرضت الى لدغه افعى، كيف تتصرف؟ يعني حيكون المستشفى بعيد عنك. اول حاجه لازم تسيطر على الخوف، لان الخوف قد هو الذي يعني يهلك الانسان صراحه حقيقه. اي نعم، تسيطر على الخوف، تكون عندك خلفيه، دارس كيف تعمل بلدغه الافعى، كيف تعمل، كيف تتصرف، وكيف تتجاوب مع لدغه العقرب، عضه الحيوانات المفترسه الله يعزكم مثل الكلاب الذئاب كيف تتجاوب، كل نوع من الحيوانات له موضوع معين. لابد انك تاخذ دورات في الاسعافات الاوليه، هذا الشيء ضروري ضروري ضروري. جميل، يعني تكلمت انت كمان عن الدراسه وانه معرفه كيف تتعامل والدورات التدريبيه، كيف انت اخذت هذه المعلومات وكيف صارت عندك هذه؟ يعني هي من البدايه موهبه لكن انت اكيد اصقلتها، كيف وصلت لهذا المكان؟ الاحتكاك مع من سبقونا في هذا المجال هذه واحده، ثانيا التواصل مع ناس مختصين، اطباء مثلا مختصين، مثلا انا تعرضت لدغه افعى نوعها كذا موجوده في الجزيره العربيه هذا النوع، كيف اتعامل معها؟ احتكاكي مع الناس اللي دخلوا هذا المجال كسبني خبرة وبدأت أشتغل الحمد لله. يعني جيد، خلينا نتكلم على شغفك وحبك لهذا النوع وهذا المجال اللي هو الرعب والمغامرة، والآن إنتاج أفلام رعب واقع. أنت الآن في العمل هذا كاحتراف أخذته؟ أي نعم، متفرغ تماما له. استقلت من الوظيفة؟ أي نعم. طيب خلينا نتكلم عن هالتجربة، لأنها فعلا خطوة شجاعة أن الواحد يتخلى عن مثلا زي كثير من الناس يتصور انه الوظيفه هي الامان الاول، فبالتالي انه يتخلى عن الامان المالي على اساس انه يبحث عن مصدر دخل في شيء يحبه. احسنت احسنت، انا حاولت انه قدر المستطاع ان خطتي اني اجعل يعني هوايتي هي مهنتي. يعني ما عشقه جعلته هو مهنتي يعني. فاستقلت والله من وظيفتي وتفرغت تماما لمجال المغامرات وصناعه افلام الرعب والاشياء هذه. احنا نبغى المعلومات حول التجربه هذه، ترى الفكره ساره واحد لما يفكر ها استقيل انا احب شيء ثاني بروح له، لانه في كثير من الناس متمللين يمكن في وظائفهم وعندهم اشياء يحبونها، كيف الواحد ممكن يفكر بطريقه انه والله يذهب الى ما يحب ويستقل فعلا ماليا وينجح ويشيل هالتخوف؟ اولا خصوصا الشخص اللي يحب هذا المجال وهو موظف يعمل عمليه توازن بين الوظيفه وبين الهوايه. انا لم استطع ان اعمل عمليه توازن، فقلت امامي خيارين، اما الوظيفه اما العشق، ولكن حبيت هذا المجال قلت يعني خلاص انا حاب هذا المجال صراحه. وجدت نفسي في المغامرات فقط لا غير يعني، فتفرغ تماما له. يعني كل التوفيق ان شاء الله يعني فيما اخترت، والشيء اللي دائما يخليك سعيد ويخليك تعطي وتبدع اكثر في هذا المجال. فهد الراجحي ممثل ومخرج افلام الرعب، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا يا فهد، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لكم.